صوات كي دايرين لاباس عليكم بخير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد غادي نقدمو فيه الكعك، وبالنسبه للعجينه غادي نديرو منه فقيقسات ديال عاشوره. قبل ما نبداو الفيديو نصليو على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ندوزو نشوفو، بقاو معنا باش نشوفو المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمقادير عندي هنايا انا المقادير مدوبله، انا غادي نقول لكم اللي عندي هنايا. عندي 2 كيلو ديال الفرينه ولا الطحين الابيض، عندي هنا 400 غرام ديال سنيده ولا تقريبا 3 ديال الكيسان ديال العنبه، يعني على حسب الذوق. الا بغيتو حلو ديروا 4 ديال الكيسان، بغيتو هنا قص في الحلاوه ديروا 3 ديال الكيسان. عندي هنايا واحد 3 ديال الفاني ديال الزهر، مذاق الزهر. عندي هنا 3 ديال الخمارات حمرين، دابا كيرحنا في الصد ولكن كيكون البرد كنديروا 4 ديال الخمارات. عندي هنا 400 غرام ديال الزبده. عندي هنايا النافع بالنسبه للاخوات اللي كاين في مصر وكيقولوا وقيلا الشمر ولا بحال هكا، حنا كنقولوا له النافع وهما ما عرف كي كيقولوا له بحال هذا. عندي هنا شي 50 غرام، يعني جوج معالق كبار عامرين مزيان. عندي هنايا حبه حلاوه بالنسبه للاخوات كيقولوا له اليانسون، كيقولوا اليانسون. حتى هو عندي جوج معالق كبار عامرين مزيان او 50 غرام. انا هادو ما غاديش نديرهم صحا، غادي نهرمشهم شويه. هنايا عندي 100 غرام ديال الجلجلان ولا السمسم. عندي هنايا 3 ديال الكيسان ديال الزيت ديال العنبه. عندي 2 كيسان ديال عصير الليمون ونقدروا نعوضوه بالماء عادي. وعندي هنايا ما زهر صافي، وما نساوش القبيصه ديال الملح. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو. الحين عندنا واحد شويه ديال الملحه، غادي نبداو دابا بالنواشف. غادي نديرو ديك سنيده، نديرو هاد الفاني بنكهة الزهر، نزيد الخمارة، بالنسبة لهذاك النافع وهذاك حبة حلاوة إيه هرمشتهم شوية، يعني ما خليتهمش صحاح وما طحنتهمش حتى ولاو بودرة. بالنسبة للجلجلان أحسن، بالنسبة للجلجلان النص خليته صحيح والنص طحنته شوية. غادي نخلطو هاد المقادير الناشفة، وغادي نزيدو الزبدة. الزبدة ما غاديش نذوبها، غادي نديرها بحال هكا. بسم الله، غادي نزيد عليها الزيت. غادي نخلي لكم المقادير ديال الكيلو في صندوق الوصف. عندي هنايا 3 ديال الكيسان ديال العنبه، دابا غادي نبسس هاد الزبده وهاد الزيت مع هاد الطحين مزيان حتى ما بسسنا هذيك الزبده وهذيك الزيت، يعني كي كنديروا له بحال هكا
يبان لنا بحال هكا يعني راه تبسس مزيان، يعني ديك الطحين شرب هذيك الزبده وهذيك الزيت. دابا غادي نضيفوا السوائل. عندي هنا ماء زهر، عندي تقريبا جوج كيسان ديال ماء زهر، وهنايا عندي جوج كيسان ديال عصير ديال الليمون، تقدروا تعوضوه بالماء. وانا بعض المرات كنديرو حتى ب مونادا ديك الحمراء، حتى كيجي عاوتاني زوين وكيجي اللون ديالو زوين. بعد ما خلينا العجينه ارتاحت شويه، حربناها بحال هذا الشكل، دوزناها في الماكينه، ودابا غادي نشكلوها، غادي نحرملوها بحال هذه الطريقه بحال هكا. غادي نستعملوا اما المقص ولا الموس. غادي نديرو بحال هكا، وهذا ندخلوه هنا نسدو عليه، نديرو بالمقص بحال هكا. هكا الشكل ديالو، ولا نقدر نديرو الموس نفس الطريقه، يعني كنفتحو هادي وكنمشيو بحال هكا. ونوليو نديرو بحال ها، كنفتحو هادو وكنحطو في وسط هادي ونسدو بنفس الطريقه، كنديرو هادي باش تسد لنا وكتجي بحال هكا الكعكه ديالنا صافي. غادي نستمروا الطريقه حتى نكملوا كلشي العجينه، وغادي نخلي العجينه الاخرى نديروها فقير. بعد ما كملنا الكعك ودرناه يطيب، دابا غادي ندوزو بنفس العجينه، غادي نوجدوا دوك الفقاقس ديال العاشور، غادي نحربلو بحال هكا يعني القياس اللي بغيتو. ومن بعد غادي نجيب المقص ونبقى نقطع بحال هكا القياس اللي بغيتو نتوما، بغيتوهم كبار بغيتوهم صغار. بنفس الطريقة كيجيو زوينين هادو مع اتاي، كيجيو مقرمشين. كندخلهم في الفران بلا ما نحركوهم ما والو، كندخلهم بحال هكا يطيبو من التحت، ونوليو نهودوهم باش يطيبو من الفوق وصافي، باش ما يبقاوش شي طايب شي باقي خضر. والفران ما كيكونش يعني مجهدينو، يكون متوسط. بعد ما قطعنا ديك العجينه ديالنا كامله بحال هذا الشكل، غادي دابا ندخلوها الفران طيب حتى تحمر من التحت ومن الفوق، وتشوفوها معايا في الطبق التقديم ان شاء الله. ها هو الكعك ديالنا بعد ما طاب وتحمر، كيجي مقرمش ولذيذ مع شي كاس ديال القهوه ولا كاس اتاي، نتمنى انه يعجبكم. اما بالنسبه للفقيقسات ها هما، تحلفوا عليهم الى ديال السوق، ها نتوما كيجيو بنان وكتعرفوا شنو راكو دايرين فيهم. ان شاء الله يعجبكم هذه الوصفه اللي درنا اليوم، تجربوها وما تنساوناش باللايك وشاركوا في القناه ديالنا باش يوصلكم اي جديد.
إلى اللقاء في وصفة جديدة وفيديو جديد بحول الله. إلى اللقاء.